ابيك حيله يا ابو نجم. قصيدي يا طويل العمر بنعطيكم من الكتاب، ايش رايكم؟ السلام. قال لك يا ماخذ العلم مني وده لناسه. ناسه. واحذر بكل الحذر واحرص على وصله. وصله. شيء من المواضيع بين الناس حساسه انسببت فرقاها وسببت قتله. بعض العرب يقوى على الطيب وسواسه حتى فرق اهله هذا وهم اهله. اهله لا حي سالفته ولا حي مجلاسه ولا حي بمقابله ولا حي به كله. والله يحيي كريم من طاب من راسه وحسن التعامل ما بين الناس يشهد. ما عليك زود يا حبيبي. يا سلام يا سلام. صح الله لسانك يا ابو عماد. برجع لك الكتاب ذا بنحلله اليوم. صح لسانك ابو عماد. صح طيب. صح بدنك الكرعاني. الاخت وله نبي من عبد الله الكرعاني يا اهل البيت الحجر سكروا بابه. بس سعد. انت السعد.